نعيش من رزقه ونتنفس في هواه. يوم ما نقابله خايف نبقى مش جاهزين للقاه. مين هيعدي صراطه بسرعة ومين فينا هيستنى؟ لو فينا الخير يبقى هنتقابل على باب الجنة. شايف نفسك واقف فين؟ أبعد واحد شايفه عين، ولا عملت اللي يخليك واقف جنب رسول الله؟ لو بتحبه وهو حبيبك ايده هتبقى يوميها في ايدك، وهتطمن مش هيسيبك ويدخلك الجنة معاه. عايشين من رزقه ونتنفس في هواه. يوم ما نقابله خايف نبقى مش جاهزين للقاه. مين هيعدي صراطه بسرعة ومين فينا هيستنى؟ لو فينا الخير يبقى هنتقابل على باب الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم في الحلقات الأخيرة من برنامج على باب الجنة. رسيت بنا السفينة اللي بدأت من أول رمضان مرورا بكل محطات ومراحل الدار الآخرة، من أول الموت وسهولة خروج أرواح الصالحين لغاية ما رسيت بينا السفينة عند المرحلة قبل الأخيرة، وقفت بينا عند الصراط. إما نعبر مع بعض ونقف على باب الجنة، وإما يسقط بعض الناس يسقطوا في المصير اللي ربنا اتكلم عليه من أول ما خلق الدنيا، اتكلم عليه من أول ما أهبط سيدنا آدم، أول ما أكل من الشجرة قال رب العالمين: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى؟ أنت لسه بتقول لما؟ لسه بتسأل ربنا لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هيعدي ناس كتير إن شاء الله نكون منهم كلنا، إحنا أصحابنا المشاهدين وأصحابنا اللي معنا في الاستوديو وكل مسلم موحد يا رب يسبق على باب الجنة. لكن للأسف عقيدة أهل السنة والجماعة إن في ناس كتير هتعدي من على الصراط من فوق النار وتروح على باب الجنة تستنى النبي، وبرضو في ناس كتير هتسقط بسبب إن سيئاتها كانت أكتر من حسناتها، وإن هي رفضت رحمة ربنا سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء، وإن الذنوب كانت كتيرة لدرجة إن مراحل الآخرة كلها بشدة مراحل الآخرة كلها ما كفتش إن هي تمسح ذنوبهم. فللأسف أرض الجنة طيبة، أرض الجنة لما سيدنا آدم خالف أمر ربنا نزل منها، فما ينفعش حد يخش الجنة إلا كل الطيبين، أي اللي ما عندهمش ذنوب أو اللي كانت حسناتهم أكتر من سيئاتهم. وبطبيعة الحال كما قال رب العالمين: إن الحسنات يذهبن السيئات. فاللي حسناته أتقل مبروك هو من أهل الجنة إن شاء الله. فيبدأ الناس كلها تحشر، كله يلا، كل الأمم، كل الناس، العصاة والطائعين، المؤمنين الصالحين والعصاة اللي حاربوا ربنا ليل نهار بالنعم اللي نزلت، كله يجي. قال رب العالمين: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. العصاة واقفين على الركب مش قادر يقف من كتر الخوف. وإن منكم، يعني كلكم، وإن منكم إلا واردها، يعني هيعدي من فوق النار. كان على ربك حتما، لازم كله يعدي، إما أنه يعدي على الجنة أو يسقط. كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا، يعدي بسرعة. ونذر نوقع، ونذر الظالمين فيها جثية، يقع على ركبته في النار مش قادر يقف من الرعب. لذلك إحنا دلوقتي
لازم نتخيل الزحمة، الزحمة اللي على شفير النار، ثم يضرب الجسر كما قال صلى الله عليه وسلم، الجسر هيتفرد فوق النار. هذا الجسر اتوصف، ما سبناش النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في الأحاديث أو النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأحاديث أن هذا الجسر بعرض جهنم. جهنم احنا قلنا حجمها ملفوف حواليها 70,000 حبل، مع كل حبل 70,000 ملك بيجرها، قد إيه ضخمة جهنم. فيتحط الجسر فوق النار، هل هو كبري؟ هل هو عبارة عن طريق ضخم يكفي أن الناس تعدي؟ لا، الجسر ده قد الشعرة، قد الشعرة. افتكر كل ما تبص في المراية كده لشعرك، قد إيه الشعرة الفيعة؟ قد الشعرة بعرض جهنم، وأحد من السيف، مظلم على بعض الناس بل على كثير من الناس. عليه كلاليب، كلاليب يعني خطاطيف، وحسك، حسك يعني حديد مدبب وشوك. أرأيتم شوك السعدان؟ النبي بيتكلم دلوقتي، شفتوا يا صحابة الحتة اللي فيها شوك السعدان؟ شوك السعدان دي منطقة كان فيها شوك كبير ضخم، فقال له اه شفناه، اهو عمل زي شوك السعدان كده. شوك، واحد يقول ازاي شوك على الشعرة؟ أخرة، يؤمنون بالغيب، الأخرة لا تدرك بالعقل، الأخرة تسلم بيها كده، الاخره تؤمن بيها كده. قادر ربنا يخلي شوك ضخم على الشعره دي، ويلا كلنا نعدي من على الصراط. هو صعب ولا سهل؟ هذا السؤال خلاص خلص في الدنيا، اتسال لنا في الدنيا. عايز تسهل صراط الاخره؟ معلش، نجتهد مع بعض في الثبات على صراط الدنيا. وعايزين يا جماعه كلنا نصعب على بعض صراط الاخره، خلاص استسهل وما نجتهدش في الثبات على صراط الدنيا. العلماء بيقولوا ان في علاقه عكسيه ما بين صراط الدنيا اللي ربنا كل يوم بيفكرنا بيه 17 مره على الاقل. عندنا 5 صلوات فيهم 17 فاتحه على الاقل، ده غير السنن. كل يوم في الصلاه نقول اهدنا، يعني ثبتنا وابقنا، اهدنا الصراط المستقيم. صراط الاخره ولا الدنيا؟ الدنيا. يا رب ثبتنا على طريقك يا رب. يا جماعه الدين يسر، الدين يسر، يعني الدين فيه سعة، واختلاف العلماء في الآراء الفقهية دي سعة، عشان كل واحد إذا كان اختلاف العلماء ده في مسألة معينة كل واحد ياخد المناسب ليه. إذا كان الخلاف بين علماء كلهم ثقال ورأيهم يتخذ به زي المذاهب الأربعة مثلا، عشان يكون فيه سعة، عشان ربنا بيقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الدين ما فيهوش مشقة، ولو شاء الله لأعنتكم. هو مش بيجعل الدين يسر عشان هو احنا دينا مقام عالي مثلا، لا، هو لكريم أصلا. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، يعني يفعل ما يشاء لكنه كريم وحليم ولطيف على العبيد الضعفاء. قال رب العالمين احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، مش مرتاتهم، أزواجهم يعني اللي زيهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، والآلهة بتاعتهم كمان، وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أقف على الصراط، وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون؟ الحكاية مش واقفين جنب بعض زي ما كنت بتقفوا جنب بعض في الدنيا ليه؟ ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. قال رب العالمين ولو ترى إذ وقفوا على النار، يلا عشان تعدوا، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا، والله ما نعمل كده تاني، ونكون من المؤمنين. قال الله بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ظهرت أثر السيئات، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا. سبب المعاصي أهو، اسمع كلام ربنا، اسمع الكلام اللي ما بين آيات الجنة والنار، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. امسك في الدنيا سيبك من الآخرة. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق. ها، شفت الصالحين هيعدوا بسرعة إزاي وإنتوا هيحصل فيكم إيه؟ شفت الصالحين النبي شربهم إزاي وحضنهم إزاي؟ شفتوا الجنة والنار وريحة الجنة الحلوة وغلظت وشدت وغضب النار؟ قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الحمد لله إن ذكر هنا المعاصي والكفر، ثم قال الله ختاما للموقف ده قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم، وهو بيعدي من على الصراط شايل تقل، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. طب النصيحة إيه؟
وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يلا بقى ركزوا، ناقص 4-5 أيام في رمضان، خلاص رمضان بيخلص، أيام العتق من النيران بتخلص. يلا إلجأ لربنا، أسجد في التراويح وأسجد في صلاة الفجر وادعي واختم القرآن لو حد كان فينا مقصر، ويلا الذكر يشتغل، لا يفارق الذكر قلبك ولا لسانك عشان نروح كلنا مع ربنا ونقف على باب الجنة. هنكمل رحلة الصراط ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. نسين وعيش من رزقه نتنفس في هواه، يوم ما نقابله خايف نبقى مش جاهزين للقاه، يعدي صراطه بسرعة ومن فينا هيستنى، لو فينا الخير يبقى هنتقابل على باب الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. نستكمل حلقة الصراط. عايزين نتخيل شوية يا جماعة، لأن التخيل هو اللي بيشجع الواحد إن هو لما يشوف الأشياء قدام عينيه يبدأ يعيش فيها، فتبدأ تأثر في أفعاله. عايزين نتخيل كده، يلا كلنا نقف، الصالحين طائعين عصاة، كل يقف ويضرب الجسر ويؤمر كل الناس بالمرور. الجسر ده تحتيه النار، هذه النار لو شافت أي حد معدي، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، عندها غيظ لأنها نفسها تعذب اللي قالوا لربنا لأ، اللي ربنا ملك الملوك ما كانش ليه أمر عليهم. اللي هي عارفة كويس النار إن ربنا ساب العصاة مش عشان هو مش قادر عليهم ولا عشان ما هو لم يراهم، وإنما سابهم إمهال لعلهم يرجعون، وبعت لهم رسائل كتيرة، ومع ذلك مش فاضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فكان لازم الناس كلها تعدي، بس النار متغاظة والناس كلها بتعدي دلوقتي من فوق النار، النار من تحت تكاد تميز من الغيظ، بتتفرتك مش قادرة، لأن المحب لربنا سبحانه وتعالى مش طايق يشوف حد بيعصي ملك الملوك سبحانه وتعالى. كان نفسها في الدنيا تبين لربنا حبها ليه وتقول له هاتهملي دلوقتي، لكن ربنا قضى ان العصاة يخشوا النار في وقت معين في الآخرة، وقضى ان الطائعين للجنة، النبي قال ان الجنة تشتاق الى، وقعد يسمي الصحابة، الجنة بتقول لربنا ينفع يجوا دلوقتي، عايزاهم دلوقتي عشان انعمهم لانهم بيحبوك وانا كمان بحبك يا رب، ده الجنة اللي بتتكلم، عايز اخدهم في حضني ووريهم قد ايه هبسطهم. فالنار متغاظة والجنة مستنية، الباب نفسه يتفتح، أصل الجنة عبد، الناحية التانية يا رب يا رب نعدي بسرعة، هي مستنية. وأنا طبعا متخيل كده، متخيل أبواب الجنة وهي مشتاقة، ومتخيل ملائكة الجنة اللي جوه وهي مشتاقة، وطيور الجنة وهي مشتاقة، وعبيد الرحمن اللي جوه، الأطفال اللي هيخدموا المؤمنين كلهم مشتاقين لأحباب الرحمن اللي هيعدوا، ويلا نحط رجلينا. ويحط رجليه واحد من الطائعين وهو قلقان، مع انك انت ربنا بشرك بس الموقف صعب، حاطط رجليه خايف من الموس، الموس ده بيوجع قوي، وهو عارف ملمس السيف او الموس عامل ازاي على رجليه، فعايز يحط رجليه وبيقول بسم الله، هو تعود يستعين بالله، بسم الله ما كانتش بتفارق لسانه ولا قلبه، استعنت بالله، يا ما قلت إياك نعبد وإياك نستعين، يا رب محتاج لك قوي دلوقتي، بسم الله الرحمن الرحيم. لسه بيحط رجليه لقى الدنيا نورت، وبيحط رجليه لقاها أرض. أين الصراط الطويل؟ ده هو أول ما حط رجليه قال صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يمر كطرفة العين، يطوي الله من تحت الصراط بقدرة ملك الملوك. لسه بيحط رجليه فجأة الدنيا نورت، إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هو بقى على باب الجنة دلوقتي، اللي حصل إن هو عدى من فوق النار ومستنيه على باب الجنة، اللي حصل إن هو الحمد لله خلاص مفيش مراحل تانية. حتى لو كان عندك بقايا سيئات، الخوف البسيط ده خلاص ودى كل سيئة عندك، انت رايح لربنا الجنة وانت طيب، استنانا
ويجي واحد وراه يعدي من نفس العيلة أو من نفس الشلة الطائعين الأحباب، لسه هيحط رجليه كده وهو خايف يا رب، فيمر كالبرق صاروخ، والتاني يمر كالريح أصحاب مع بعض، والرابع يمر كالجواد الراكب كما قال صلى الله عليه وسلم، أكنه راكب حصان مسرع أو عربية مسرعة. محدش فيهم عنده ضلمة، قال صلى الله عليه وسلم إن هم وهما يمر ربنا بينور الصراط. بلاش أنا هقول دلوقتي آية، قال رب العالمين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم ألف مبروك جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم، ألف مبروك. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. طب لحظة واحدة، لأن في واحد من العصاة حب يحط رجليه يمشي في النور بتاع اللي قدامه، احنا اسفين ضلم عليه الصراط، انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم، ارجع للدنيا. الدنيا هي مكان النور، نور طاعة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نور طاعة ربنا، نور الهداية. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، ظلمات المعصية ليس بخارج منها، مات على المعصية ضلم قبره، ضلم يوم القيامة، ضلم الصراط. انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة ناحية اللي عدوا عند الجنة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم، مش كنت معاك في نفس المنطقة، مش كنا أصحاب، مش كنت ساكن تحتك، قالوا بلى ولكنكم، احفظ بقى، ولكنكم فتنتم أنفسكم. اوعى تقول ربنا سابني، ربنا هو الهادي سبحانه وتعالى، وإحنا اللي ساعات بنفتن نفسنا. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربستم وارتبتم، قعدت تسوف وقعدنا نسوف، وغرتكم الأماني، هعيش هتوب سوف أتوب سوف أنفق سوف سوف سوف، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، خلص خلصت الحياة، وغركم بالله الغرور الشيطان. طب خدونا، احنا اسفين مش بايدينا، هو اللي خلانا نعدي بسبب رحمة ربنا عز وجل الواسعة وبعض الاعمال البسيطة اللي امرنا بيها، الخمس صلوات وصيام 30 يوم وحج مرة واحدة في السنة وزكاة 2.5% بس من فلوسنا. ما اسهل هذا الدين لو يسر على العبيد. وهو بيعدي هذا الانسان اللي عصى يحط رجليه، بتوجع قوي، بتوجع قوي، وهو كان مستريح بصراحة، هو ما كانش عايز يوجع دماغه، فدلوقتي كل جسمه بيشعر بوقع الصراط اللي أحد من السيف، في خطاطيف الملائكة مسكها تحت وبتشد الناس اللي بتعدي، لأن هم مش بيحبوا اللي بيعدوا دول العصاة. هو عمال يحط رجله على الصراط وبتوجعه، بس خليني ماسك، والدم بينزل بس أنا ماسك، مسك عشان ما أعش في النار اللي تحتي، لأني لو وقعت قال صلى الله عليه وسلم فإذا سقط يهوي فيها 70 خريفا لا يصل إلى قعرها. يقعد يقع 70 سنة عمر الإنسان، عمره بيقع بس لسه مش هيتعذب، لسه العذاب ما بدأش، فمسك نفسه ومش قادر وعمال بيعدي، وصاحبه اللي كان بيعصي قدامه فجأة يجي الخطاف يقوم واخد صاحبه وموقعه، صاحبه وقع قدامه، صاحبه وقع وهو بيصرخ، هو بص لصاحبه كده فين النبي، عايز تسأل النبي واقف على الصراط، واقف على الصراط يا رسول الله استريح بقى. يقول وأنا أقف على جنبتي الصراط أقول يا رب سلم يا رب سلم لغاية دلوقتي. فتخيل كده وهو معدي والخطاطيف صوتها والدنيا ضلمة عمالة تيجي، وفجأة ياخد خطاف من كتفه يوقعه وهو بيبص للنبي، يا رسول الله الحقني الحقني عشان خاطري مد إيديك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان هو اللي وقعه، وربنا زمان قال لنا، قال لنا إن الشيطان ده عدو ربنا وعدو ليكم ولام كثير من الناس، قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. خليكم جنب ربنا وعلى باب ربنا عشان تعدوا على باب الجنة.
وفي وقت من الأوقات والناس بتعدي على الصراط يترفع سورين على الصراط، سور اسمه الأمانة وسور اسمه صلة الرحم. السور اللي هيترفع ده مش جنب أي حد، ده في كتاف على قد كتاف الناس اللي معدية، على قد كتاف اللي كان بيصل الرحم، بحيث لو تعثر من على الصراط السور ماسكه. سور الأمانة، الإنسان الأمين في البيع والشراء، الأمين على أولاده في التربية، والأمين على زوجته في المعاملة، والأمين على زوجها، والأمين على النعمة اللي عنده اللي اسمها الأب والأم. إما يبلغن عندك أنت أمانة، عندك الكبر، أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، كنت ممكن تطلع ما تلاقيهمش، ده جزتهم الأمين. الأمين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما النبي سابنا، والأمين على شرع ربنا. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. عارف أني أمانة؟ أمانة التخيير، أنك مخير. كان ممكن يطلع البني آدم ده جماد مسير بيذكر أو حيوان مسير، لكنه كرم. لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ومن تفضيل البني آدمين دخول الجنة. لكنه لم يرعى هذه الأمانة، أسف الشديد، والتاني رعاها فمثبتاه وستراه. والناحية التانية قرايبي، حبايبي اللي بزورهم وكرم عطائي معاهم. أصل صلة الأرحام دي مش سهلة، محتاج أن أنا أستحمل غلط أهلي فيا، واستحمل أن هم يكونوا مش بيزوروني قريبي، وأنا اللي أبادر، مع أن البشر شهوتهم بتقول أنا هأصل من وصلني وهكرم اللي بيكرمني وهرد الهدية بهدية، لكن اللي يقطع الصلة بي أنا كمان هقطع الصلة بي. حتى قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، يلا خلف شهوتك، ولكن الواصل من وصل من قطعهم. قال صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصدقة صدقة على ذي الرحم الكاشح. الكاشح يعني الحقود، تصدق على قريبك الحقود. حتى في الدين النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له: وأنذر عشيرتك الأقربين صلى الله عليه وآله وسلم. فتأتي الرحم في كتفنا هنا عشان تثبتنا لنعبر. خلاص اللي وقع وقع، خلاص ما لناش دعوة بيهم. احنا يا جماعة عدينا على باب الجنة، وصلنا على باب الجنة، بندور على بعض، بدور على أولادي ومراتي وأبويا وأمي، وتبدأ الأحضان وتبدأ العياط عياط الفرحة، لقيتهم. ونبدأ نشوف الناس اللي عاشوا معانا وساعدونا، ويبدأ الشكر. ربنا يكرمك بإذن الله وبفضل الله ثم بمساعدتك ليا، احنا دخلنا مع بعض. أتذكر يوم كذا وكذا، يوم أن غفر الله لنا؟ فاكر يوم الدرس؟ فاكر يوم ما كنا بنطوف مع بعض؟ فاكر لما قلت لي معنى جميل في القرآن فخليت جسمي أشعر كده وبدأت أقرب لربنا؟ فاكر يوم ما كنا بنتفرج على البرنامج وفكرنا كلنا بعض بربنا فبدأنا نقرب لربنا؟ أتذكر يوم كذا وكذا، يوم أن غفر الله لنا؟ وتبدأ الأيادي تتشابك في انتظار الحبيب صلى الله عليه وسلم اللي واقف على الصراط عمال بيقول: يا رب سلم. استريح بقى يا رسول الله لما يخلصوا. هستريح ما استريحوا انتوا. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عشان يلمنا عشان نخش الجنة، عشان احنا واقفين مستنين على باب الجنة. لم يبقى لنا في الحلقة قبل ما نتكلم بعد كده عن الجنة ان احنا ندعي ان احنا نكون من اهل هذه الوقفة. فاللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، صلي عليه في الآخرين، صلي عليه كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. يا رب أنت رب العالمين وأرحم الراحمين، أنت يا ربي الذي شملتنا برحمتك في الدنيا، اشملنا برحمتك يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا صاحبي في شدتي، يا صاحبي في شدتي، يا ناصري في محنتي، يا ناصري في محنتي، يا راحم دمعتي، يا راحم دمعتي، يا ولي في نفسي، يا كاشف كربتي، يا فارج همي، يا كاشف غمي، يا قرة عيني، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم يسر علينا المرور على الصراط، اللهم ثبتنا يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، ثبتنا في الدنيا على صراطك، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم اهدنا في الدنيا لنمر على الصراط يوم القيامة، يا رب لا نسقط مع من يسقط في النار. اللهم يا رب العالمين،
إن كنت قد قبلت منا هذا الكلام فيسر علينا مرور الصراط، نتوسل إليك بأعمالنا الصالحة كما علمنا رسول الله. اللهم يا رب ببركة يا رب ما ذكرناك فيه وما صلينا فيه على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يسر لنا المرور على الصراط. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا يوم المرور على الصراط بتقصيرنا، لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، لا تحرمنا جميل ما عندك بشر ما عندنا. اللهم يا ربي نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نعبر بها على الصراط. لا إله إلا الله عند الصراط، محمد رسول الله عند الصراط. اللهم ثبتنا حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم تقبل منا وقبلنا على ما كان منا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير. نشوفكم الحلقة الجاية، الحمد لله رب العالمين. شايف نفسك واقف فين؟ أبعد واحد شايفه عين، ولا عملت اللي يخليك واقف جنب رسول الله؟ لو بتحبه وهو حبيبك، إيده هتبقى يوميها في إيدك، وهتطمن مش هيسيبك ويدخلك الجنة معاك. عايشين من رزقه نتنفس في هواه، يوم ما نقابله خايفين نبقى مش جاهزين للهواه. مين هيعدي صراطه بسرعة ومين فينا هيستنى؟ لو فينا الخير يبقى هنتقابل على باب الجنة.